خلينا نروح سريعا من القاهرة هنا لمحافظة الوادي الجديد. معانا لقاء مع وكيل وزارة الزراعة اللي هيكلمنا عن أهم المشروعات في هذه المحافظة، وخصوصا أن محافظة الوادي الجديد مشهورة جدا بإنتاجها الزراعي المتميز في القمح وفي المانجا وفي عدد كبير من النباتات العطرية، ده غير أن المحافظة بتضم مشروع استصلاح وزراعة 21 ألف فدان في واحة الفرافرة. المشروع ده مسجل طبعا ضمن المشروع القومي لاستصلاح وتنمية 1.5 مليون فدان. أحمد الأفيوني معانا من محافظة الوادي الجديد. أحمد صباح الخير. نعم مصطفى، صباح الخير مصطفى، وصباح الخير هدير. بالفعل من عاصمة النخيل والتمور محافظة الوادي الجديد، واحدة من أهم وأكبر محافظات مصر على الإطلاق، حيث تحتل هذه المحافظة 44% من مساحة مصر بالكامل. ربما يعني الوضع هنا في هذه المحافظة قد تغير تماما بفضل جهود الدولة المصرية على أرض هذه المحافظة، حيث تحتفل هذه المحافظة اليوم ب ذكرى العيد القومي لهذه المحافظة، والذي يواكب مرور 63 عاما على أول قافلة تأتي إلى هذه المحافظة للتعمير والاستصلاح. نحن الآن نتحدث عن يعني أكثر من 625 ألف فدان بالفعل تم استصلاحهم هنا على أرض محافظة الوادي الجديد. لكن للمزيد من التفاصيل حول مستقبل الزراعة هنا في محافظة الوادي الجديد، يسعدنا أن نكون معنا في هذا اللقاء الدكتور مجد المرسي، هذا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد. دكتور مجدي، بداية برحب بحضرتك في هذا اللقاء. ربما يعني مرور 63 عام على أول قافلة للتعمير والاستصلاح هنا على أرض الوادي الجديد، كيف ترى مستقبل الزراعة هنا، وكيف وصلنا حتى الآن من يعني تطوير لهذه الزراعة؟ ربما محافظة الوادي الجديد محافظة زراعية من الطراز الأول. طبعا برحب التلفزيون المصري والقناة الأولى وبرنامج صباح الخير يا مصر. طبعا بهني الشعب المصري بأعياد أكتوبر المجيدة، بهني فخامة السيد الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بهني شعب الوادي الجديد بالعيد القومي وسيادة اللواء الدكتور محافظ الوادي الجديد. كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا موضوع الزراعة في الوادي الجديد موضوع كبير جدا جدا. احنا عندنا الحمد لله في من 2014 بدأت المرحلة كبيرة جدا جدا من التنمية. الحمد لله بدأنا فعلا نزرع محاصيل جديدة جدا على المحافظة، طبعا بجانب النخيل ومزرعات القمح بدأنا نزرع زراعات أخرى، بدأنا نتوسع في زراعة النخيل. النهاردة بدأنا نزرع مساحات كبيرة من القمح، بدأنا نزرع مساحات كبيرة من البطاطس، بدأنا نزرع مساحات كبيرة من الفول السوداني. طبعا كل الكلام ده الفول السوداني والبطاطس والذرة الشامي الصفراء اللي هي بتستخدم في طبعا تغذية الانتاج الحيواني. عندنا حوالي محاور كتيرة من الزراعات، وانتهت طبعا بان احنا توسعنا في النباتات الطبية والعطرية، وده برضو من ضمن الحاجات المهمة جدا جدا وتوسعنا فيها في السنوات الخمس الماضية. حضرتك في ظل التوسع في هذه الزراعات كما ذكرت والمساحات الشاسعة هنا في محافظة الوادي الجديد، ماذا عن التكنولوجيا الحديثة والري الحديث لهذه الأراضي واستخدام وسائل حديثة في الري هنا في محافظة الوادي الجديد؟ لا احنا حضرتك بالنسبة لنا زي ما قلت حضرتك في المقدمة عندنا 625 ألف فدان، المتبقي حوالي من المساحة اللي هي لا تروى بالري، يعني حاليا بنعمل لها تحديث وفقا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية بالمبادرة الرئاسية بتطوير نظم الري الحديث اللي هي قرض حسن بدون فوائد وسداده على 10 سنوات. احنا لم يتبقى من المساحات المنزرعة من 625 ألف فدان حوالي 125 ألف فدان جاري حاليا تحديثهم وتحويلهم من الغمر إلى الري التنقيط والرش، ولكن المساحات الحديثة كلها بتروى بالري المحوري البيفوت، بتروى بالرش، بتروى بالتنقيط، يعني الحمد لله. وده لأن احنا بنحاول نحافظ على كل نقطة مية، لأن احنا برضو يعني الإدارة السياسية أو الرئاسة والمحافظة مهم جدا جدا ان احنا نحافظ على كل نقطة مية عشان الأجيال القادمة.
دكتور مجدي، يمكن حضرتك محافظة الوادي الجديد كان لها النصيب الأكبر من المبادرة الرئاسية، المليون ونصف مليون فدان هنا في محافظة الوادي الجديد. ماذا عن هذا المشروع القومي الهام وأهم الزراعات التي بالفعل تم يعني إزراعتها في هذا المشروع القومي الهام؟ طبعا بالنسبة للمبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية، بالنسبة للمليون ونص نخلة اللي أطلقهم من مدينة الفرافرة، كان نصيب محافظة الوادي الجديد حوالي 400,000 فدان، يكاد يكون أغلب المساحات دي تم زراعتها، وتم زراعتها بمحاصيل جديدة من ضمنها زي ما قلت حضرتك تم زراعتها بالنخيل وزراعتها بالنبات الطبية والعطرية، وده أغلب المساحات دي موجودة في مركز الفرافرة، والحمد لله يعني احنا شرفنا على الانتهاء من زراعة هذه المساحات. دكتور مجدي، أيضا يعني ربما محافظة الوادي الجديد وبفضل محافظة الوادي الجديد مصر هي الأولى عالميا في إنتاج التمور، يعني بالتأكيد أن هناك يعني خطة طموحة لوزارة الزراعة ومديرية الزراعة هنا في الوادي الجديد لدعم هذه الزراعة، زراعة النخيل في الوادي الجديد. هو سعادتك بالنسبة من ساعة ما السيد الرئيس الجمهورية في لقائه مع معالي السيد المحافظ والقيادات الشعبية والتنفيذية في المحافظة يوم 12/1/2019 وأطلق مبادرة زراعة 2.5 مليون نخلة بجانب ال 2.5 مليون نخلة اللي احنا كانوا مزروعين، فالحمد لله بنطمن أهل مصر الطيبين ان احنا الحمد لله زرعنا حوالي 1,200,000 نخلة، حوالي 18,000 فدان. مع المحافظ تبنى مبادرة أيضا إن هو وزع وعمل مبادرة لزراعة النخيل، وتم توزيع حوالي 40,000 فدان لزراعتها بالنخيل. وحاليا زي ما أنت عارف حضرتك الموضوع الزراعة بتاخد وقت بالنسبة للأبار، يعني يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى بتاخد مثلا تصريح البير، بداية طبعا تركيب شبكات، فالحمد لله إن شاء الله بإذن الله تعالى هنكمل 2.5 مليون نخلة في السنتين القادمتين إن شاء الله. ودي أداة طبعا من أهم، والعلم حضرتك زراعات النخيل كل أصناف النخيل الرطبة والنصف جافة والجافة بتصلح زراعتها في محافظة جديد. طيب حضرتك بتقول النصف الرطبة، عندنا الصنف البرحي زرعين حوالي 3,000 فدان برحي في شرق العوينات وفي الفرافرة. طب النصف الجاف، عندنا الصنف الصعيدي اللي هو الصنف المحافظة الوادي الجديد زرع منه حوالي 2 مليون نخلة، عندنا الصنف المجدول والصنف الصقعي وصنف الخلاص، ودي من الأصناف النصف جاف، ودي الحمد لله بدأت زراعتها، وحاليا دلوقتي في زراعات قادمة طبعا مرتبطة بالموسم، بداية الشتاء بداية الصيف، لأنها طبعا زراعة الفسائل مهم جدا أن يكون لها توقيت مناسب لزراعتها. عندنا برضو أصناف الجافة زي التمر السلطاني، وده صنف خاص بمحافظة الوادي الجديد، وعندنا الأصناف النوبية اللي هي الشهيرة اللي هي أصناف الأسوانية. فالحمد لله الوادي الجديد جوها وتربطها تصلح لجميع أصناف النخيل على الإطلاق، وإن شاء الله هتكون إن شاء الله واحة النخيل على مستوى مصر إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله. يمكن محافظة الوادي الجديد كان لها تجربة رائدة في زراعة القطن في مدينة الفرافرة، ماذا عن التوسع في مثل هذه الزراعة في محافظة باقي مدن محافظة الوادي الجديد؟ يعني ربما هنا مساحات تستقبل ونجاح هذه التجربة في الفرافرة يعني يدعمكم لزراعة أو التوسع في هذه الزراعة في باقي مدن المحافظة. احنا الحمد لله السنة دي زرعنا محصول القطن حوالي 1600 فدان، 1500 في شرق العوينات في مزارع جهاز الخدمة الوطنية، وزرعنا حوالي 100 فدان بمركز الفرافرة، وكان تحت إشراف مركز البحوث الزراعية، وفرت التقاوي ووفرت التوصيات، وكان في دكتور بيتابع الزراعة كل أسبوعين. الحمد لله نجحنا في زراعة الصنف طويل التيلة، الحمد لله طبعا الزرع اللي نجح التجربة ان اهل الفرافرة اساسا من كفر الشيخ ومن الدهلية ومن المنوفية، فطبعا متعودين على زراعة القطن، ولكن ببشر اهل مصر بقول ان الحمد لله الانتاجية عالية جدا جدا لا تقل عن انتاجية الدلتا والصعيد، فإن شاء الله بإذن الله تعالى جر برضو كان بجانب الصنف الجيزة 95 اللي تم زراعته في الفرافرة، أيضا تم تجربة أكثر من صنف تحت إشراف معهد بحوث القطن مركز بحوث زراعية ومعهد وقاية النبات،
يعني الحمد لله كان في فريق بحثي بيتابع زراعة القطن، وببشر أهل مصر إن إحنا ممكن نزود المساحة لآلاف الأفدنة، ما عندناش أي مشكلة في زراعة القطن إن شاء الله في محافظة الجديدة. أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. إذن مصطفى، كان هذا هو لقاؤنا مع الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، متحدثا عن مستقبل الزراعة في محافظة الوادي الجديد هنا في ظل توجهات الدولة نحو زيادة الرقعة الزراعية في مختلف محافظات مصر. وبالعودة إليك مصطفى هدير مرة أخرى في الاستوديو. أحمد الأفيوني من محافظة الوادي الجديد، ونشكرك شكر جزيلا على كل هذه المعلومات. شكرا جزيلا.